كمان في حاجز مسلح اخر على مفرق هيكل زيان على الامطاري قدام الليبري دو فويه. بالنسبه طالما في حواجز بهالشكل بعدها بعدني عملي بقلكم كونوا حذرين من الطرق من جميع الطرق. الو ايوه مين على الخط؟ ليلى. نعم استاذ شريف. نعم بالدرجه الاولى بشكرك يمكن من كل قلبي وبشكر كل انسان سمع نداءي اليوم. من فضلك بتوجه بكلامي لكل مسلح باسم اخوه باسم اللبنانيه باسم اي فئه انتمى لها انه يترك من ايده هالسلاح هالشيل مش عارف يعبر مش عارف يقول شو هو. ارجوك ارجوك توصل كلامي لكل واحد لكل كبير لكل صغير لكل حامي هالبلد. عبكرة قلت للوزراء احنا مش قصدنا انه نحكي كلام ما بيسوى عن حمات هالبلد الوزراء لكن برضو همي مش رح اقول خدام بدي اقول انه همي همي المفروض يحمونا همي المفروض يدافعوا عنا. اذا هالشعب خلق عميد بيحكموا على مين على الانقاذ. يا احلى شريف بالعالم. شكرا. يا شريف يا ادمي انا ما بدي ابكي ولا بحكي بي 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 بيكي وبصوت مثل ما عم بيحكوا. نحن عم نحكي انه هالحالة وهالنواب يلي نحن انتخبناهم يلي كل نهار عم تحكي بلساننا ما بدهم يدافعوا عنا. يقولونا تنهجر بقى لبنان منروح نحن مسيحي واسلام سوا. هاي احنا ما منريد نفهمها قصة مسيحي ومسلم. هلا بدها تحكي كمان صديقتي انا مسيحي وصديقتي مثل ما بدها تحكي. نحن قاعدين غامرين بعدنا وقاعدين مع بعض. عظيم الله يقويك ويعطيك العافية. شكرا يا ستي. يعني نحن ما بقى فينا صح. بكرة بتصير انتخابات ما حدا رايح ينزل على انتخابات. نعم. ولا رايح حدا يحكي كلمة بقى فيهم. نعم. شو هالشعب الوسخ هذا. نعم. كلتهم تجار جايين يتاجروا على ظهر الشعب. معك حق. ما بيستهوا على ناموسهم. معك حق. شو هالشعب هيدا الوسخ بيدور عن طريقنا بقى. ما بدكم تزيحوا ما بدنا نزيحهم الرئيس نحن بدنا نزيحهم. صح. مثل المسيحي نحن هون عم نحكي يا خيي. نعم. ما بقى فيه امكان ابدا قطعيا هالولاد اللي ما بيموت من رصاصة عم بيموت من سكت قلبية من هالضرب. نعم. شو هذه حالة هذه؟ نعم. يا الله يخلصنا بقى، الله من عنده يخلصنا بقى بهالحالة هذه. نعم. الله يطول عمرك انت، الله ينصرك. شكرا. الله الله شكرا. شكرا يا ستي. الله يطول عمرك. شكرا ممنون. احكي لك في كلمة هزلهم بدلا ينعبوهم على كروب بسرماية كليتهم. نعم نعم. نوم الليل حرمتونا، في الأزايف رشقتونا، وبالنار حرقتونا، على القتل علمتونا، وعلى السرقة شجعتونا، بوز المدفع حطيتونا، بالمزاد بعتونا، وعلى الغربة وصلتونا، بلا عشم أيمتونا، لقمة الخبز شهيتونا، من بيوتنا هشلتونا، كل الضرايب دفعتونا، إن قصدناكم ما بتستقبلونا، ونوقعنا بمشكل ما بتخلصونا، بالقانون بتحاكمونا، ودم قلبنا بتدفعونا، إن الحقيقة بتحبسونا. بسياستكم فرقتونا، المسيح ومحمد بيجمعونا، من اجتماعاتكم ريحونا، ومن وقتكم خلصونا، كل اربع سنين بتزورونا، خربتونا، جننتونا، جوعتونا، عريتونا، فقعتونا، قرفتونا، شو مطلوبكم؟ فهمونا، حلوا عنا واتركونا، وقتولن تخبونا، والله والله ما راح تشوفونا. هاي بدي اقولك. طيب. بتقلي هي عن سامي، وقول انت مش مسؤول، انا المسؤول، خلي يجي يقتلوني.
في الحرب الأربعتاش. حرب الأربعتاش ما كانت حرب مسلم ومسيحي، كانت حرب توسع. يعني تركيا مثل ما مسيطر على لبنان بدها تسيطر على بقية الأقطار العربية. عم أتي لطهر وطني من الغرباء. Cette guerre atroce au Liban, c'est une guerre civile. En réalité, ce n'est pas une guerre civile. C'est une guerre entre les Libanais qui veulent conserver leur indépendance, leur liberté, et les Palestiniens qui veulent les dominer et dominer le Liban. Vous savez que nous sommes en guerre civile, depuis plus de 18 mois. Il n'y a pas eu de guerre civile au Liban. الحرب اللي عم نخوضها بلبنان اول شيء حرب بين اللبنانيين. إن با في لا غير لا بوش ليبانيز لا في لا غير اون بارول. الصدام بلبنان بين يمين ويسار، يمين ويسار، مصحي اليمين ليس بيمين واليسار ليس بيسار. الا انه الحرب اللبنانيه فلسطينيه، غيرنا كان مفكر انه الحرب اللبنانيه لبنانيه او الحرب بين مسلم ومسيحي. والمسلمين في هالبلد ما يوم من الايام شعروا انه هذا وطنهم. مثل ما تكون لبنان لازم يضل هو مكون، مع انه للمسيحيه وحدهم ولا للاسلام وحدهم، كل الطوائف لازم يعيشوا مثل ما كنا عايشين بالاول، باستثناء الفلسطينيه، انه الفلسطينيين ما بلادن هون. نحن بنستغني عنهم بطريقه ما بيلزموا لنا لشيء لولا الانسانيه ورفض الاداميه، ما بيلزموا لنا لشيء. طيب انت بتعتقد المعركه طائفيه؟ لا، هن متفكرين طائفيه، لكن نحن مش متفكرين طريقه من الترقص. نريد وحده تنبع من قاعده التلاحم الاجتماعي بين ابناء الشعب بعد اسقاط حواجز التمييز الطائفية والطبقية التي تشق الوحدة الشعبية الآن. La coexistence, c'était le carnaval politique de mon pays. نحن نرفض كلمة لبنان المسيحي. نحن بنقبل بكلمة لبنان الشرعي. حرب لبنان؟ حرب كل إنسان بده ياكل التاني. مين اللي بده ياكل التاني؟ والله هذا بده ياكل هذا وهذا بده يقوع هذا. لا بالعكس، أمن وكثير مرتاحين يعني، وما حاسين ابدا ابدا انه في مشاكل، الا اكيد عم نسمع من صوب المتن، ووقت صارت قصه عيون السمان نسمع شوي، بس انه رواق كثير كثير. ظهرات من عشيه، سهرات، كله مامن ابدا. نحن عدونا ما بتفرق معنا، ما مش مستعدين نميزه ابدا، مين ما كان يكون عدو لبنان عدونا. هي ما كانت طائفيه، بس الزعران عملها طائفيه. بين اللبناني وبين فلسطيني مش اكثر من هيك. حزبين. نحن طائفية عنا مفاهيم. إيد يا إيد، باع
dans le nombre des Palestiniens et faisant partie des organisations palestiniennes, quelques Libanais, leur proportion n'a jamais dépassé les 3 ou 4%. S'il n'y avait que 3 ou 4% de Libanais qui appuyaient la cause palestinienne, à mon avis, il n'y aurait jamais eu de guerre au Liban. إسرائيل كان بهمها إنه يصير التفرقة العنصرية بالديانة بين المسلمين والمسيحية وتلعب إيدها بفضل العملاء اللي نحن حاكميننا بهذا البلد. أولاً الحركة الوطنية طرحت برنامجها السياسي لتؤكد بأن الصراع في أساسه لبناني-لبناني، ونحن نقول بأن الصراع لبناني-لبناني فعلاً، لأن أحزابنا وجدت في لبنان قبل 40 أو 50 سنة وقبل أن توجد المقاومة في 1965 أو 1967 ولم تتمركز في لبنان إلا في 1969. وأستطيع أن أضيف أيضا ناحية ثانية في هذا الموضوع، هي أن القوات الانعزالية أعدت نفسها منذ سنتين، منذ 1973 لدورها في المؤامرة، استخدمت بواخر الأسلحة، نظمت ميليشيات، وكان ذلك يجري برعاية رئيس الجمهورية شخصيا السيد سليمان فرنجيه وقائد جيشه آنذاك اسكندر غانم. ليست المقاومة في وجه طرف لبناني، بل في وجه إسرائيل والإنعزاليين اللبنانيين. الإنعزاليين الذين يتعاملون مع إسرائيل ليسوا طرفاً لبنانياً له وجهة نظر في تركيب النظام وطريقة الحكم، بل هم طرف تعامل مع العدو. هذه المعادلة يجب أن تكون واضحة، لأن الأحداث قد أكدتها. ومن هنا تسقط حجة الإنعزاليين أن الصراع لبناني فلسطيني، إن الصراع لبناني لبناني أصلاً، وتحول بالمؤامرة الدولية التي استخدمت الإنعزاليين لضرب المقاومة الفلسطينية إلى صراع إسرائيلي إنعزالي من جهة، ووطني لبناني مع المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل وأعوان إسرائيل. هذه هي وجهة الصراع الحقيقية.
شاشته سبب الحرب الأهلية بلبنان. فضح ولا سؤال. Les chrétiens sont fautifs parce que ils n'ont jamais voulu mettre franchement, ouvertement, les musulmans dans leur compréhension, c'est-à-dire la compréhension des chrétiens de l'arabisme. Au contraire, les chrétiens ont été jusqu'à dire « Nous sommes arabes, nous faisons partie du monde arabe », alors qu'en réalité, ils ne disaient pas la vérité. Les Palestiniens ont été criés aux quatre coins du monde comme quoi les Libanais voulaient nous assassiner et nous massacrer. Les Libanais avaient fait la quarantaine, les Libanais avaient fait Tal Zaatar. Les Libanais étaient en train de tuer les femmes et les enfants. Les Libanais étaient en train de massacrer de pauvres masses palestiniennes. Ils ont été criés à travers le monde comme quoi eux étaient en train de prier et nous, nous leur tapions dessus. شو خلافك السياسي بينك وبين طرابلسية؟ هو أصلاً ما في خلاف بس هني حبوا إنه ياخذوا الحكم. C'est la droite qui a pris l'initiative des combats pour deux raisons. La première est que 100 ans, le régime vacille. Elle a préféré prendre des devants et frapper ses adversaires. La seconde raison, c'est que elle a voulu contribuer à la solution de la question palestinienne en liquidant tout simplement les Palestiniens. الأسباب الدولية هي الصراع بين الشيوعية العالمية والأنظمة الرأسمالية. هل يسار الدولي حاب يسيطر على لبنان ويعمل منه انطلاق لتغيير الأنظمة في الدول العربية. الرؤساء الموارنة قلتا ولا أزال أقولا هم أحد إحدى العناصر اللي ساهمت بتفجير هالوضع. واليوم نحن عم نحرر الأراضي اللبنانية من الفلسطيني ومن الغربة يلي هن ليبيين وعراقيين وصوماليين وباكستانيين عم يجوا من كل بلاد العالم يساعدوا الفلسطينيين ونحن اللبنانيين لوحدنا. في أسباب كثيرة، أسباب لبنانية، أسباب عربية، أسباب دولية، وهنالك من يقول أنه مؤامرة فرضت على لبنان، لكن لو لم يكن في استعداد بلبنان بالضعف الموجود بلبنان، ضعف البنية اللبنانية الاجتماعية والسياسية، ما كانت تقدر المؤامرة أنها تكون إذا قلنا أنه هي المؤامرة السبب. السبب الحقيقي بالواقع هو ضعف السلطة في لبنان. سبب الحوادث ارتفاع نسبة الغربة عنا بلبنان. سبب أحداث؟ والله هيك ما بعرف. بعرف صاروا أحداث بس. من؟ Ce pauvre pays a été détruit et sapé de l'intérieur. Malheureusement, nous n'avons plus d'armée, nous n'avons plus de gendarmerie, nous n'avons même plus de gouvernement légal et nous sommes un pays qui va presque à la dérive. Israël a intérêt d'abord à supprimer cette coexistence entre chrétiens et musulmans qui a été, si je puis dire, ce que les Libanais ont inventé de mieux pour la civilisation. Le نظام اللبناني كان حافلا بالتناقضات. يكفي الطائفية وتوزع المكاسب حسب مصالح المتاجرين بالطائفية من الإقطاعيين والرأسماليين في لبنان. كل هذه الأمور تراكمت لتفجير الأحداث اللبنانية. ولكن لابد دائما من أن لا يضيع المحور الحقيقي لتفجر هذه الأحداث وأعني بالمحور الحقيقي هو هجمة الحل السلمي الأمريكي الإسرائيلي على المنطقة من أسباب الأسباب اللي أدت للمحنة بلبنان بالواقع هو تصادم الصراعات العربية في لبنان بسموها تصارع أنظمة يمكن هي تصارع أنظمة تصارع نفوذ تصارع غير لكن كان في صراع هناك في لبنان أسباب داخلية وقديمة العهد وهي تعود إلى التفاوت بالمعاملة الذي يلحق المواطنين فهناك مواطنون من الدرجة الأولى وهم ما نسميهم هذا الفريق من الانعزاليين المارونيين
الذين لا يبلغ عددهم 14% ربما أو 12% من سكان لبنان، وفريق آخر مواطنون من درجة ثانية، الأرثوذكس، الكاثوليك، الموارنة الوطنيون، وفريق ثالث من المسلمين يأتون في الدرجة الثالثة، وفريق في الدرجة الرابعة والخامسة كالأرمن والبروتستانت والسريان والكلدان وسواهم. Ce qui est malheureux dans toute cette crise, c'est la lâcheté qui a été montrée par les leaders musulmans. À cause de cette guerre, un régime qui a été incapable de se renouveler en 25 ans, depuis l'indépendance du Liban, pratiquement, avec une droite qui était attachée à ses privilèges, et qui, sentant le mécontentement populaire croître, a décidé de recourir à une solution de type fasciste et prendre les devants et lancer une attaque préventive contre ses adversaires. Le régime libanais est un régime très arriéré du point de vue politique.